لازم تتكتب مع نمر بظروف استثنائية. الظروف الاجتماعية لازم من اتخاذ التدابير يعني على استعجال، سواء يعني قانونية أو يعني مع على الواقع. وكانت مناسبة للإخبار بما يتعلق بالمرسوم الذي اتخذته الحكومة للتطبيق للمبادرة الملكية لخلق حساب خصوصي بالنسبة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، وقد كان هناك إجماع، وهذه مناسبة استثنائية حقا للمغاربة كلهم يعني مجمعون على محاربة هذه الآفة من خلال هذا الصندوق، وكذلك من خلال الإجماع الوطني فيما يتعلق بالتضامن لضخ هذه الأموال، وهي على الأقل 10 ملايير درهم، ولكن من المتوقع أن تكون أكثر لجميع القطاعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. وهذه مناسبة أيضا أن مؤسسة البرلمان حتى هي ستساهم. اليوم يجب الضرب من حديد على كل من سول نفسه المضاربات في الأسعار والأسمنة واستغلال الفرصة للأسف الشديد عند بعض عامة الناس الذين يتاجرون والذين لهم قلوب جشعة. اليوم يجب الحفاظ على فرص الشغل، على ضعاف هذه المهن المتوسطة التي الآن تعيش على إمكانيات بسيطة، وبالتالي إمكانية توزيع هذه الموارد المالية المستخلصة والمتوفرة في الصندوق على عامة الأجراء، عامة العمال الآن الذين توقفوا عن أداء مهامهم الموسمية البسيطة، كذلك على مستوى معالجة الأوضاع في كل المجالات القروية والحضرية، يعني دعم قطاع النقل، دعم القطاع السياحي، دعم القطاع الاقتصادي، يعني دون أن نسقط في يعني عجز اقتصادي كبير. فكلها إجراءات يعني الآن تم تداولها مع السيد الوزير المالية. ذكرنا السيد الوزير أنه هناك يعني أسر يعني عندها قروض يعني الاستهلاكية، قروض السكن، يعني خاصة تأدي الواجبات ديال الماء والكهرباء. قلنا أنه لازم تكون كذلك كما عملنا الشركات، تكون كذلك واحد التفاتة قوية لجانب هاد الأسر باش نخفوا عليهم هاد العبء ديال استرداد يعني الديون وأداء مستحقات الماء والكهرباء. كذلك كانت مناسبة اللي قلنا للسيد الوزير أنه هذه الأزمات يعني ماشي هي الأولى يعني في العالم، وربما ستكون هي الأخيرة. فهذه الأزمات كتكون دائما مناسبة أننا نعود وتكون ندير واحد المراجعة يعني شاملة للمنظومة الصحية، لكذلك للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، باش ملي تمر هذه الأزمة يعني نكون إن شاء الله في واحد يعني انطلاقة قوية. الإجراءات اللي خدها المغرب إجراءات استثنائية، وإذا اقترحنا على أنه مندوبية الشغل تقوم بالدور ديالها في مراقبات مدى احترام المؤسسات للاستمرار العمل داخلها، بمعنى ماشي توقف الناس وتقول لهم سيروا خذوا كونجي ما غنخلصكمش، هذه الاولى. ثانيا على انه تاجيل اجلات الاداء في مجموعه من الامور، مثلا في القروض الناس اللي واخده القروض تاجيل اجلات الاداء بالنسبه لها بشكل تلقائي اوتوماتيكي. المساله الثانيه هو انه التصاريح الضريبيه ناجلوها شي شويه، لانه اليوم كاينه صعوبات عند المقاولات باش يديروا هاد التصاريح الضريبيه ويقادوها. ثالث حاجه اللي اقترحناها على انه نديروا الدعم المباشر لهاد الاسر، الارامل، المطلقات، المياومين، العطاشه، بمعنى انهم خصهم يحسوا على انه هاد الموجه التضامنيه وهاد الجو التضامني الكبير اللي عايشين فيه المغاربه اليوم خص يوصل لكل مغربي والمغربيه داخل البيت ديالو. اليوم الاعلام مسؤول، اعلام تيوصل الاخبار الحقيقيه، هو اعلام مواطن، هو جندي من جنود هاد البلاد، داعم مساند، داعم ومساند لكل إجراءات اللي تديرها بلادنا.